واسمك نحمد إلى الدهر. تعالى حبيبي أقول لك وأقول لنفسي في وقت من الأوقات تقدم بركات، حينما تشعر إن ما تقدمه قليل فتقدم بركات، فالبركات تشمل الكثير حينما تقدم للرب. وفي وقت من الأوقات تقدم سجودا، فالسجود هو ما تقدمه للرب في شخصه، في ذاته، في طبيعته، في صفاته. طب الشكر، الشكر ما تقدمه إن جنرال بصفة عامة، بتشكر في كل شيء. طب والحمد، الحمد حينما تشكر لأجل أعماله، عطاياه، أعماله لا سيما التي تخص الفداء أو الكفارة والبركات التي أنت في المسيح يسوع. اذبح لله حمدا، اذبح يعني قدم. وتعالوا نحمد الرب أحبائي، وتعالوا نبارك الرب، وتعالوا نمجد الرب، وتعالوا نشكر الرب. أصلي من القلب إن نفوسنا تتوب، وإن نفوسنا ترجع، وإن نعرف إن لينا مخلص واحد، إلهنا الواحد، الوسيط الواحد، الفادي الواحد، مخلصنا ربنا يسوع المسيح. رجعت له، تبت إليه، أمنت بيه، قبلته، وبيحبك، سمح لك بظروف قاسية عشان يرجعك، عشان يتوبك، عشان يديك حياة، عشان يعلن ليك ذاته، ويعلن أنه هو الطريق بالمفرد والحق وأيضا هو الحياة. اقبله فيحييك، اقبله فيرفعك، اقبله فيفرحك ويبهجك، ويكون موضوع فخرك وابتهاجك الدائم.